دي الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا وما فيها. هي كده الدنيا لازم تمشي فيها وتستمتع، توصل لأقصى، ليست هناك للذة حد أقصى، ستجرك وتجرك وتجرك إلى الكفر. من 20 سنة وإحنا بنقول يا ابني لما تنظر لصورة المرأة المتبرجة، سواء كانت الصورة دي في إعلان ولا في جريدة ولا في مجلة ولا على شاشة التلفزيون ولا في الشارع، النظرة دي مش الآخر، دي إيه؟ دي البداية. آخرتها إيه؟ الكفر. لازم إيه كده. أنت دلوقتي لما تشوف الناس اللي كان بينظر فجره النظر إلى اللمس، صاحب واحدة ومشي معاها فجرته إلى الزنا، فجره الزنا إلى إدمان المخدرات، وجرته المخدرات مع الإدمان إلى الجنون. زوروا المصحات النفسية عشان تشوف بتوع المخدرات كانت سكتهم هي دي، زي ما قلت لكم قبل كده التطور الطبيعي للحاجة الساعة، هو ده التطور، السكة دي هي كده، ده أولها ولا آخرها.